بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدنا عمرو وادي أن أكون معكم في اللقاء الأول من مادة القانون الجنائي مع التعمق للأستاذ الدكتور عمر الفاروق الحسيني، المقرر الدراسي دراسة في أحكام الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها ضد شخص المتهم وأمواله في مرحلة ما قبل المحاكمة، وفقا برضه لقانون الإجراءات الجنائية المصري والقوانين المكملة له وما جرت عليه أحكام القضاء الجنائي والدستور. والنهارده هنبدأ اللقاء بإذن الله بمقدمة عامة عن المقرر، وهنبدأ في الشرح إن شاء الله بإذن الله وفقا لتقسيم الدراسة وخطة اللي وضعها لنا أستاذ الدكتور عمر الفاروق الحسيني. فنبدأ بالمقدمة العامة. زي ما احنا عارفين إن أصل البراءة أو قرينة البراءة هي من المبادئ الطبيعية للإنسان، زيها زي مبدأ الحرية الشخصية وحرمة الحالة الخاصة، ومعظم الدساتير يعني كانت نصت على المبدأ أصل البراءة أو قرينة البراءة على أساس برضو الحفاظ على كافة حقوق المجتمع في سلامة أفراده وأشخاصه، على أساس برضو أن التطبيق العملي كان بيعطي حق للمتهم في أصل براءته وعدم إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها كافة الحقوق. وبرضه في بعض الأحيان كان بيمتد أمد الخصومة لفترات طويلة، وطبعا ده كان بيحد إنجاز العدالة المنشودة زي ما احنا عارفين اللي هي العدالة الجنائية، وكان برضه حق المجتمع برضه كان بيتعرض للخطر من طول المدة الزمنية لحين الفصل في الدعوة الجنائية بحكم نهائي زي ما احنا عارفين. وفي حالة ثبوت الحكم بإدانة المتهم طبعا ده بيعتبر يعني في الحالة دي بيعتبر حبر على ورق على أساس برضه طول الإجراءات اللي بتتوافر في خلال الدعوة الجنائية والطعن في الأحكام والإجراءات اللي بتتخذها النيابة العامة في حالة استئناف الأحكام في حالة مثلا الحكم براءة المتهم وخلافه، يعني في الإجراءات الماسة بشخص المتهم ذات نفسه. وزي ما احنا عارفين يعني بعض الإجراءات التحفظية أو الاحتياطية زي ما احنا قلنا اللي كانت بتتخذ في أموال المتهم كانت بتعتبر ضمان لتنفيذ الأحكام اللي سوف يقضى عليها. في الحاله دي ما كانتش تعتبر يعني لما وصلش الاحكام نهائيه، ولكن برضو كانت بتعتبر يعني او الاحكام اللي هي بتصدر تضمينات ورد اموال اللي بيحكم عليها على المتهم يعني. وزي ما احنا شايفين كده ان يعني نطاق الدراسه بتاعنا بيتلخص في الاجراءات التحفظيه اللي هي في مرحله ما قبل المحاكمه، ولكن برضه المحكمة الجنائية كانت برضه بتملك برضه اتخاذ بعض الإجراءات زي القبض على المتهم وحبسه أو منعه من السفر والإفراج عن المتهم، وكان برضه بتعتبر برضه إجراءات المحاكمة في التحقيق نهائي، وكانت سلطة محكمة الجنايات ودوائر النقض برضه في التصدي لوقوع متهمين اللي ما ردش أمر الإحالة كانت ما تعتبرش من اللي هي نطاق الدراسة محل البحث بتاعنا، ولكن احنا بنقتصر على مرحلة ما قبل المحاكمة والإجراءات اللي بتتخذ في مرحلة ما قبل المحاكمة بمعرفة تحقيق السلطات تحقيق سلطة التحقيق الابتدائي وهي النيابة العامة في التشريع المصري. وده كان نطاق الدراسة بتاعنا. وهنتكلم بقى عن تقسيم الدراسة. فعندنا في الفصل الأول الأحكام العامة المشتركة للإجراءات التحفظية ضد المتهم بأنواعها، سواء كانت بقى ضد المتهم أو ضد شخص المتهم. وهنتكلم في الفصل الثاني عن احكام الاجراءات التحفظيه الماسه بشخص المتهم، وفي الفصل الثالث عن احكام الاجراءات التحفظيه الماسه باموال المتهم. ولكن بقى قبل ما نتكلم بقى عن الاجراءات التحفظيه الماسه بشخص المتهم او اموال المتهم، كان لابد ان احنا نتكلم عن الاحكام العامه المشتركه للاجراءات التحفظيه اللي هي تصدر ضد المتهم بانواعها. وهنتكلم بقى عن تعريف الإجراءات التحفظية ضد المتهم ذات نفسه. الأحكام العامة طبعاً هي مجموعة الخصائص والصفات أو السمات الأساسية والمشتركة اللي بتجمع بين الإجراءات التحفظية بنوعيها، يعني اللي على أساس إن هي ضد شخص المتهم أو أموال المتهم. وهنبدأ نتكلم بقى عن تعريف الإجراءات التحفظية ضد المتهم ذات نفسه. عناصر التعريف بالإجراءات التحفظية زي ما احنا قلنا لابد إن احنا نبين ماهية التعريف وموضع في مراحل الدعوة الجنائية ذات نفسها، لأن عندنا مراحل الدعوة الجنائية بتمر بمرحلتين، هي مرحلة ما قبل المحاكمة اللي هي مرحلة التحقيق الابتدائي عن طريق سلطة النيابة العامة وهي سلطة التحقيق الابتدائي في مرحلة ما قبل المحاكمة، وبعد كده في عندنا مرحلة المحاكمة ذات نفسها وإجراءات الطعن على الأحكام اللي بتصدر سواء كانت بطرق الطعن العادية أو غير العادية. وهنحدد بقى الغرض
غرض من اتخاذه بقى، سواء كان ضد شخص المتهم او ضد اموال المتهم ذات نفسه. وهنتكلم بقى عن بيان ماهيه الاجراء التحفظي. زي ما احنا عارفين ان الاجراء التحفظي ما هوش حكم باداله متهم، ولكن هو قيد مؤقت المشرع اجازه في احوال معينه وبضوابط محدده لتحقيق غرض معين، او اللي هو تحديد تنفيذ حكم لم يصدر بعد بيانة المتهم بحكم نهائي. زي ما احنا قلنا ان احنا ما زلنا في مرحله التحقيق الابتدائي، وفي الحاله ديت ما كانش صدر حكم نهائي اللي نص عليه في قانون العقوبات والقوانين التكميليه زي قانون مكافحه غسل الاموال، زي ما قال استاذنا الدكتور، واللي هي خاصه ب قانون الكسب غير المشروع وقانون مكافحه غسل الاموال، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله. وطبعا ده من خلال البحث ده لابد ان احنا نتعرض بقى للقوانين العقابيه الخاصه بقانون الكسب غير المشروع وقانون مكافحه غسل الاموال. وزي ما احنا عارفين ان ماهيه الاجراءات التحفظيه بانواعها ما بتختلفش عن اختلاف القانون اللي بيجوز اتخاذه، يعني انها بتشترك معاه في ذات المضمون، يعني وفقا للاحكام العامه للقانون العام في قانون الاجراءات الجنائيه. وطبعا كان بيحدد بعض القيود الشكليه والموضوعيه والزمنيه اللي هنشوفها، وبيخضع لها الاجراء التحفظي لرقابه القضاء طبعا، سواء في مرحله ما قبل التحقيق زي ما احنا قلنا، او يعني اثناء المحاكمه ذات نفسها ممكن يصدر قرار بتأييد القرار الصادر من النيابه العامه او الجهه المختصه باتخاذ الاجراء، سواء كان ماس بشخص المتهم او بالاجراء التحفظي على اموال المتهم. تمام؟ وهنتكلم بقى عن موضع الاجراء التحفظي من مراحل الدعوه الجنائيه ذات نفسها. تمام؟ كان في سؤال بيصور عن موضوع الاجراء التحفظيه في المراحل الدعوه الجنائيه، سواء بقى تم اتخاذه في مرحله ما قبل المحاكمه او في مرحله المحاكمه ذات نفسها. وزي ما احنا قلنا ان مراحل ما قبل المحاكمه هي مراحل متعدده طبعا، هي مرحله الامتحان الابتدائي، ودي مرحله كان المشرع فيها كان بيحصل اتخاذ اجراءات تحفظيه زي ما احنا قلنا في الاجراءات اللي بتتخذ ضد شخص المتهم زي الحبس الاحتياطي او الامر بالقبض او التفتيش والحبس الاحتياطي زي ما احنا قلنا، او ماده الحبس الاحتياطي وخلافه والتحفظ على اموال المتهم. تمام؟ وكان دي يعني على اساس برضو ان الغرض من الاجراء التحفظي، الاجراء التحفظي نفسه كان بيلحق بالمتهم زي ما احنا قلنا قدرا من الايذاء، ولكن برضو مش ايذاء مقصود في ذاته لانه ليس عقوبه زي ما احنا شفنا، وقلنا ان هو يعتبر تدبير احترازي على اساسه في الحاله ديت ان المتهم ما يفلتش من العقاب ويتم تنفيذ العقوبات الماسه بالحريه او بالاموال زي ما احنا قلنا في حاله مثلا صدور امر بالحبس الاحتياطي او ماده الامر بالحبس الاحتياطي او صدور الامر بالتحفظ او على اموال المتهم او بالقيود اللي بتترد على اموال المتهم او زوجه او ورثته. وطبعا ده على اساس ان الاجراءات التحفظيه كانت بتاثر على حريه المتهم زي ما احنا قلنا انها اجراءات ماسه بشخص المتهم، وفي حاله بقى ما يعني اذا قضى بيدانه المتهم بعقوبه سالبه للحريه زي ما احنا قلنا كان بيتم خصم مده العقوبه اللي قضاها في الحبس الاحتياطي من العقوبه المقضي بها عن طريق المحكمه الجنائيه. وبرضه كان في يعني بعض العقبه بتصور في حاله الحكم ببراءه المتهم طبعا عن الفتره اللي قضاها في الحبس، مين اللي هيعوضه عن الفتره اللي قضاها في الحبس؟ زي ما احنا عارفين ان النص في الدستور على لابد من وجود تعويض للمتهم عن اضرار الحبس الاحتياطي، ولكن لم يصدر حتى الان القانون اللي بيقرر اجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي. وزي ما احنا قلنا الاجراء التحفظي برضه على اموال المتهم ذات نفسه كان بيعتبر ضمان لتنفيذ الايه؟ الجانب المالي اللي بيحكم اللي يعني هيحكم بالادانه عليه، يعني زي ما احنا قلنا ان احنا لسه في مرحله ما قبل المحكمه لسه ما اصدرش حكم نهائي على المتهم. وده كان بيعتبر ضمان لتنفيذ الحكم القضائي الاحتمالي بالادانه زي ما احنا قلنا، وكان التساؤل بيصور عن امكانيه وكيفيه بقى تعويض المتهم زي ما احنا قلنا اذا لحقوا اضرار نتيجه ما اتخذ ضده من اجراءات تحفظيه اذا حكم ببراءه المتهم. وكان برضو كان في الحاله ديت بتفرض يعني مجرد احتمالات بالادانه لانه لم يصدر حكم بالادانه بعد طبعا. ووفقا بقى للقواعد العامه في الاتهام وفي الحكم زي ما احنا قلنا ان ادله الاتهام بتختلف عن ادله الادانه. لان طبعا ادله الادانه هنا لابد ان القاضي الجنائي يكون مقتنع بالادله اللي قدمتها النيابه العامه لاصدار حكم بادانه المتهم. ولكن برضو قد تكون الادله غير مقنعه للقاضي ويصدر حكم ببراءه المتهم.
وطبعا كان في عندنا اشكاليه فيما يتعلق بقى بالاموال، على اساس ان قانون الكسب غير المشروع وقانون مكافحه غسل الاموال كان بيجيز التحفظ على اموال المتهم سواء بقى زوجه او اولاده القصر، ودي اشكاليه هنشوفها ونص عليها قانون الضبط الجنائيه في وتم صدور قانون في قانون الاجراءات الجنائيه سنه قانون 1942 سنه 98 بتعديل برضه بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه اللي كان نص على الماده 208 مقرر الف، وده هنشوفه ان شاء الله لاحقا باذن الله. والمشرع برضه كان يعني كان المشكله كان افترض برضه ان مصدر اموال الابناء القصر طبعا اللي هي ممكن تكون اموال هي من المتهم بين طبعا، وكان بيلقي عبء الاثبات على اولاد المتهم ذات نفسه. طبعا في حاله بقى صدور حكم بالبراءه، وكان بقى في الحاله دي كان بيعتبر الاموال خاصه بالمتهم، ولكن برضه كان على العكس كان المفروض يفترض ان هي برضه ممكن تكون صادره برضه عن اموال الام اللي هي مش متهمه اصلا ولا اصلا يعتبر مال الاب اللي هو المتهم. ولكن بقى المشرع بقى كان هنا يعني ضرب مبدا اللي هو يعني ضرب بعرض الحائط يعني طبعا مبدا قانون اصيل اللي هو استقلال الذمه الماليه للزوجين واستقلال الشخصيه القانونيه لكل من الزوجين طبعا. وطبعا هنا كان افترض على اساس ان ده كان افتراض مالوش سند من القانون طبعا، وده كان بيعتبر اعتداء على الشخصيه القانونيه لكل شخص يعني، على اساس برضه ان هنا بيضع عبء الاثبات على اولاد المتهم اللي تم التحفظ على امواله وكان بيقوموا بالتظلم من قرار التحفظ على اموال المتهم، وكان بينقل عبء الاثبات ده سلطه الاتهام او حكم الادانه على الشخص اللي هو موضوع الاتهام سواء كان ابن المتهم او زوجه. وزي ما احنا شفنا برضه ان هنشوف ان شاء الله باذن الله من خلال اللقاءات القادمه باذن الله ان نص الماده 208 مقرر الف طبعا كان قضي بعدم دستوريته، وان المشرع كان فطن الى تعديل دستوري لنص الماده 208 بعد ما قضى بعدم دستوريتها طبعا، وكان المحاوله ديت من المشرع طبعا لعلاج صياغه النص ذات نفسه في الماده 208 مقرر الف على اساس ان هو كان استبدل تعبير الادله الكافيه بالتعبير الدلائل الكافيه، وده هنشوفه في نص الماده 208 مقرر الف اللي قالت في الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادله كافيه على جديد الاتهام في اي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ودي الجرائم اللي هي خاصه ب اللي هي الجرائم الخاصه بالموظف العام وقضايا الاختلاس. وقال برضه وغيرها من الجرائم اللي بتقع على الاموال المملوكه للدوله او الهيئات والمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها او غيرها من الاشخاص باعتبارها العامه. وكذا في الجرائم التي يجب القانون فيها على المحكمه ان تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ او قيمه الاشياء محل الجريمه او تعويض الجهه المجني عليها، اذا قدرت بقى النيابه العامه ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظيه على اموال المتهم بما في ذلك منع من التصرف في ادارتها، وجب عليها ان تعرض الامر بقى على المحكمه يعني المحكمه الجنائيه المختصه طالبة الحكم بذلك بقى ضمانا لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامه او رد او تعويض. وهنشوف بقى الشرح الكامل لنص الماده 208 مقرر الف ان شاء الله في اللقاء القادم لما نتكلم عن الاجراءات التحفظيه الخاصه باموال المتهم ان شاء الله باذن الله. ولكن النهارده هنقتصر على الاموال اللي هو الاجراءات التحفظيه على الشخص المتهم ذات نفسه. ولكن بقى هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن الاطار القانوني الإجراءات التحفظية ضد المتهم على أساس إن ده يعني موضوع مهم من المواضيع المهمة طبعا، وهنتكلم عن المقصود بالإطار القانوني. زي ما احنا عارفين إن الإطار القانوني هو السياق اللي بيتخذ فيه يعني إجراء من الإجراءات التحفظية زي التحفظ على أموال المتهم أو التحفظ على شخص المتهم زي ما احنا قلنا ب الحبس او مد الحبس او القبض ذات نفسه او القاء القبض او التفتيش زي ما احنا قلنا سواء تفتيش شخص المتهم او تفتيش المكان اللي بيسكن فيه، وده هنشوفه ان شاء الله لاحقا باذن الله.
وزي ما احنا عارفين ان الدعوه الجنائيه في مرحله ما قبل المحاكمه هي الاطار القانون طبعا لاي اجراء من الاجراءات التحفيظيه على شخص المتهم او اموال المتهم زي ما احنا قلنا في مرحله ما قبل المحاكمه، على اساس ان مرحله التحليل الابتدائي طبعا بيكون المتهم هو الطرف الثاني في الدعوه الجنائيه زي ما احنا عارفين، لابد ان يوجه اتهام للمتهم ويتم استجوابه ويتم بقى ضحط الادله ادله الاثبات الموجهه للمتهم، وفي الحاله ديت بيتم تبريره المتهم او اخلاء سبيل المتهم سواء كان بضمان مالي او بغير ضمان مالي. وكان بقى لابد عندنا بقى من وجود دعائم اساسيه يعني لابد من اتخاذها طبعا عشان يعني اتخذ اجراء تحفظي في المرحله ما قبل المحاكمه. كان في عندنا اربع دعائم اساسيه هي وجود الدعوه الجنائيه زي ما احنا شايفين كده، واجراء التحقيق الابتدائي في هذه الدعوه يعني الدعوه الجنائيه، ولزوم توجيه الاتهام الى من يراد اتخاذ اجراء التحفظ ضده، وكان لابد من انعقاد الخصومه مع من وجه الاتهام اليه. وهنتكلم بقى عن لزوم وجود الدعوه الجنائيه اللي بيتخذ الاجراء التحفظي من خلالها. زي ما احنا قلنا المقصود بالدعوه الجنائيه هي الاطار الاجرائي العام والشامل لكافه الاجراءات القانونيه في يعني في جريمه جنائيه معينه، ويتم تحريك الدعوه الجنائيه من خلال النيابه العامه ويتم مباشرتها طبعا لحين الحصول على حكم امام محكمه جنائيه، ويتم الطعن على الحكم دول باي طريق من الطرق الى ان يصل فيه الدعوه الجنائيه بحكم ذاته. وبيتم اتخاذ الاجراء التحفظي اللي احنا قلنا بقرار من السلطه الاتهاميه النيابه العامه في الحاله دي او المحكمه ذات نفسها المحكمه الجنائيه طبعا، على اساس بقى صدور حكم من المحكمه بناء على طلب من سلطه التحقيق والاتهام اللي هي النيابه العامه. كان لابد بقى من وجود دعوه جنائيه زي ما احنا قلنا يتم من خلالها اتخاذ الاجراء التحفظي في مرحله ما قبل المحاكمه، واحنا ما كناش نقصد برضه اللي هي مرحله جمع الاستدلالات اللي هي ايه بتتم من خلال مامور الضبط القضائي باجراء التحريات عن الواقعه. وكان عندنا مثال بقى ما كانش يكفي بقى اصدار امر بالتحفظ طبعا بناء على محضر تحريات زي ما احنا قلنا من مامور الضبط القضائي، على اساس برضو ان سلطه التحقيق الابتدائي ممثله في النيابه العامه بتقوم بتفريغ محضر التحريات دول في محضر تحقيق، وبتسمع مامور الضبط القضائي اللي هو قام بالتحريات كشاهد اثبات في محضر التحقيق الابتدائي دوت، وبناء عليه بيتم استجواب لمجرى التحريات نفسه اللي هو مامور الضبط القضائي، وده كان يعتبر شرط للتحقيق المطلوب. ولكن برضه ما كانش بيتم في مواجهه المتهم زي ما احنا قلنا، على اساس برضه ان هي بيتم سماع اقوال مجري التحريات اللي هو مامور الضبط القضائي، وفي الحاله ديت ما يقعش بقى ان المتهم هنا قام بتحقيق دفاعه عشان يتم اللي هو وجود الخصومه على اساس ان هو يا اما يدحض الحجج او الدلائل المقدمه من النيابه العامه او من مامور الضبط القضائي بناء على التحريات اللي كان بقى مامور الضبط القضائي وشاهد بيه في محضر تحقيق النيابه العامه. وزي ما احنا عارفين ان التحريات طبعا ايا ما كان شكلها تعتبر هي مجرد راي لمجريها وما تعتبرش دليل من دلائل الاثبات في الدعوه، هي مجرد راي لمجريها، ولكن كان لابد من وجوب اجراء بقى تحقيق ابتدائي مع من يتم اتخاذ اجراء التحفظ ضد شخص او اموال اللي هو نقصد به المتهم في الحاله دي، لابد من وجود تحقيق ابتدائي مع المتهم ذات نفسه اللي تم توجيه الاتهام اليه. وكان التحقيق الابتدائي زي ما احنا قلنا يعتبر اداه سلطه التحقيق في الحاله دي لابد ان هي تستدعي اتخاذ الاجراء التحفظي اللي هو اللي بيمثل بحريه الشخص ده، على اساس برضه صدور امر بالحبس الاحتياطي او برضه منعه من السفر او احد بدائل الحبس الاحتياطي زي ما هنشوف طبعا، او يكون مس باموال المتهم زي المنع من التصرف في امواله او المنع من اداره المتهم لامواله. وزي ما احنا عارفين طبعا ان في الحبس الاحتياطي ما يجوز صدور طبعا الا بعد استجواب المتهم وتوجيه الاتهام وتوافر الضمانات القانونيه اللازمه للمتهم. وزي ما احنا عارفين برضو ان الاستجواب ده يعتبر اداه من الادوات المهمه في التحقيق الابتدائي، ويعتبر وسيله برضو لجمع الادله الاتهام ضد متهم معين طبعا، على سبيل ان المتهم في الحاله ديت لا اما بقى يقوم بتفنيد التهمه الموجهه اليه وادله الاثبات من النيابه العامه، وفي الحاله ديت بيتم اخلاء سبيله ويتم صدور امر بعدم وجود امر لاقامه الدعوه الجنائيه لاي سبب من الاسباب اللي هي مقرره في قانون الاجراءات الجنائيه، او بقى في حاله ان هو بقى ما يتمكنش بقى من ضحط الادله طبعا الموجهه ضده، فبيتم بقى صدور قرار من النيابه العامه بحبس المتهم او
عرضه بقى على قاضي التجديد زي ما احنا قلنا اللي هو قاضي المعارضات، وبيتم عرضه على محكمه الجنح المستنفه منعقده في غرفه مشوره للنظر في امر تجديد حبسه او مد حبسه. وزي ما احنا قلنا برضو بالنسبه للاجراءات التحفظيه على الاموال في اللي هي نص عليها نص الماده 208 مقرر الف زي ما احنا قلنا، كان لابد برضو ان هو بترتبط وجودا وعدما او عدما طبعا بالادله الكافيه زي ما احنا قلنا نص عليها التعديل في نص الماده 208 مقرر الف بالقانون 174 لسنه 98. تمام، كان لابد من وجود جدية برضو في الاتهام الموجه إلى الشخص اللي هو موجه الاتهام بصفته فاعل أو شريك في أي دعوة من في أي جريمة من الجرائم الموجه إليه فارق الادعاء من النيابة العامة. ونتكلم بقى عن توجيه الاتهام لمن يراد اتخاذ الإجراء ضده، وذلك بقى لتأكيد ثبوت صفة المتهم ذات نفسه. زي ما احنا عارفين إن الاستجواب طبعا بيبقى عبارة عن سماع أقوال المتهم ذات نفسه من جانب النيابه العامه طبعا او صوت التحقيق زي ما احنا قلنا، سواء كان بقى هي النيابه العامه او قاضي التحقيق، سواء بقى كان هو مجني عليه او شاهد او متهم. ولكن طبعا بتختلف الوجهه بقى اللي بتنظر يعني بينظر لها بقى من سواء كان بقى هو مجني عليه او متهم، فبطبيعه الحال برضه بيختلف صفه الشخص اللي بيتم التحقيق معاه من خلال النيابه العامه على اساس ان هو مجني عليه في قضيه معينه او شاهد او متهم ذات نفسه في ذات القضيه. ولكن بقى اللي بيعنينا في الموضوع هنا هو استجواب المتهم ذات نفسه، زي ما احنا قلنا ان الاستجواب هنا اجراء تحفظ طبعا بيتخذ ضد المتهم من خلال برضه سؤال المتهم واستجوابه، وبيتم مواجهته بالتهم المنسوبه اليه وبالادله اللي هي ضده من اللي قام بها مثلا مامور ضبط القضاء من خلال التحريات اللي قام بها، وكشاهد الاثبات في الدعوه زي ما احنا قلنا في المثال السابق اللي بيتم سؤال مامور ضبط القضاء في محضر تحقيقات النيابه العامه، وبناء على توجيه بقى الاتهام للمتهم واستجواب المتهم بيتم اتخاذ القرار بحبس المتهم او اخلاء سبيله باي ضمان مالي او غير مالي. تمام؟ وزي ما احنا قلنا طبعا ان اذا قام المتهم بقى ونجح ان هو يعني يقوم بضحط الادله او ادله الاثبات الموجهه اليه، فممكن ان هو يصدر امر من النيابه العامه بعدم وجود يعني وجه لاقامه الدعوه الجنائيه على اساس الاسباب اللي يعني ظهر قدامها من التحقيق. وفي الحاله ديت لابد بقى ان تنعقد الخصومه مع المتهم، وزي ما احنا قلنا انعقاد الخصومه على المتهم بيتم عن اعلانه بالطرق المقرره قانونا بالدعوه الجنائيه، سواء كان بقى عن طريق بقى رجال الضبط ذات نفسهم او عن طريق المحضرين بيتم اعلان المتهم بالخصومه، وفي الحاله ديت يعني يتم اتخاذ الاجراء التحفظي من جانب سلطات التحقيق او صدور حكم من المحكمه الجنائيه ذات نفسها بناء على طلب سلطه التحقيق زي ما احنا قلنا اللي هي النيابه العامه ممثله في النيابه العامه او قاضي التحقيق ايا ما كانت سلطه التحقيق. وكان لابد ان احنا نفرق بين فرضين في الحاله دي، ان هو صدر الاجراء التحفظي من سلطه التحقيق بناء على القانون، وكنا استاذنا الدكتور بيرى ان في الحاله ديت لابد من توجيه الاتهام من سلطه التحقيق من النيابه العامه او قاضي التحقيق ذات نفسه الى المتهم عن طريق استجوابه ومواجهته بالادله ادله الاتهام ضده، ولابد ان يقوم المتهم في الحاله ديت بتحقيق دفاعه. وكان بيترتب على ذلك بقى الاجراءات التحفظيه سواء كان بقى كانت ضد شخص المتهم زي ما احنا قلنا بحبس احتياطي او اخلاء سبيل مكفاله ماليه او منع من التصرف في امواله او ادارتها. وكان لابد طبعا ان المتهم هنا يبقى على علم تام بالاجراءات التحفظيه اللي بيتم في مواجهته وبيتم اعلانه بها قانونا عن طريق رجال الضبط او المحضرين. الفرض الثاني بقى اللي كان بيقول ان سلطه التحقيق لابد انها تتقدم بطلب بقى الى المحكمه الجنائيه يعني عشان تاخد اجراء من الاجراءات ضد المتهم، وبيتم اعلان المتهم بالطرق المقرره قانونا زي ما احنا قلنا في حاله مثلا صدور امر بالافراج عن المتهم. في الحاله ديت يجوز النيابه العامه ان هي تستأنف امر الافراج المتهم المحبوس يعني احتياطي، او في حاله برضه صدور حكم مثلا برفض التحفظ على اموال المتهم او منع من ادارتها، كان في الحاله ديت يجوز النيابه العامه ان هي تستأنف الامر الصادر برفض التحفظ على اموال المتهم او منعه من اداره امواله. ويعني كان جزاء بقى عدم انعقاد الخصومه في الحاله دي مع المتهم هو عدم قبول الدعوه، تعتبر الدعوه مش مقبوله يعني، وعلى اساس ان هي ما تصلش علم المتهم بالمحكمه
نتيجه عدم انعقاد الخصومه مع المتهم زي ما احنا قلنا، لعدم اتخاذ الاجراءات اللي نص عليها القانون، وهي اعلانه بالجلسه مثلا عن طريق المحضرين او عن طريق مامور الضبط القضائي او رجال الضبط في حال صدور حكم غيابي في مواجهه المتهم. وكان عندنا تطبيق عملي او مثال مشهور طبعا، وده كان يعني هو اللي محور الكتاب كله، المثال ده هو يعني اساس الكتاب كله اللي بيدور حوالينه الكتاب. على اساس برضه هو طبعا مثال شهير طبعا ومعروف، يعني على اساس برضه ان اذا صدر قرار بالتحفظ على اموال شخص يعني غير الشخص المتهم زي ما احنا قلنا زوجته او ابنائه او ورثته ذات نفسه، يعني ورثه المتهم ذات نفسه ممكن ان هو يصدر امر بالتحفظ على اموالهم وهم مش متهمين اصلا قدام النيابه العامه. زي ما احنا قلنا احنا لسه ما زلنا في مرحله ما قبل المحاكمه، لسه ما صدرش حكم من المحكمه بادانه المتهم او تبريره المتهم وفقا بقى للادله اللي بتقدم، ادله الاثبات المقدمه ضد المتهم ودفاعه وتوفير الضمانات اللازمه لتحقيق دفاع المتهم في الحاله دي. زي ما احنا قلنا وفق نص الماده 208 مقرر الف اللي صدر حكم بعدم جسريتها. ويعني استاذ الدكتور بيقول ان الاخطاء القانونيه وارده طبعا، وان المشرع المصري كان اجاز التظلم من القرارات والطعن في الاحكام زي ما احنا قلنا في حاله صدور امر بالتحفظ على اموال المتهم وهو يعني ما هوش متهم اصلا، يعني لم يصبح متهم بالفعل ولم تتخذ ولم تنعقد الخصومه ضده زي ما احنا قلنا وفقا للاجراءات وادعاء من الاربعه اللي احنا اتكلمنا عنها. ففي الحاله دي طبعا هنا يعتبر الامر بالتحفظ على اموال اللي هو الشخص الغير متهم اصلا ولم تنعقد الخصومه بينه وبين النيابه العامه، ففي الحاله دي تعتبر الاجراءات باطله طبعا ويجوز له التظلم من تلك القرارات. هنتكلم بقى عن الطبيعه المؤقته للاجراء التحفظي ضد الشخص المتهم، وزي ما احنا عارفين ان المقصود بالطبيعه المؤقته او الاحتياطيه للاجراء التحفظي طبعا هو يعتبر ضمانه لتنفيذ طبعا على اساس ان الاحكام اللي بيقضى بها على المتهم طبعا اذا ثبت ادانته بحكم قضائي، ولكن طبعا ده يعتبر اجراء احتياطي طبعا الغرض منه طبعا هو الحفاظ على الاموال اللي بيصدر بها حكم من المحكمه بادانه المتهم او برد الاموال دي، يعني سواء كان هو صدر قرار من المحكمه برد الاموال او بصدور تضمينات معينه ضد المتهم ذات نفسه. في الحاله دي طبعا لابد ان احنا نتعرف على طبيعه الاجراء ذات نفسه، وكان استاذ الدكتور بيصف طبيعه الاجراء ده بانه احتياطي، وكان بيرى ان هو طبعا تعبير الاجراء ده احتياطي اكثر دقه من مؤقت، على سبيل طبعا ان اذا صدر الحكم النهائي طبعا ضد المتهم بعقوبه سلبه او مقيده للحريه زي ما احنا قلنا كان بيتم خصم مده العقوبه من الحكم اللي بيصدر من المحكمه الجنائيه. وكنا زي ما احنا عرفنا طبعا ان لابد حتى الاحكام اللي بتصدر طبعا بتعتبر مؤقته وتبقى برضه لها مده معينه، سواء مثلا قضي مثلا بعقوبته سنه مع رد المبلغ اللي هو تم يعني التحصل عليه من خلال الوظيفه او اي مكان الحكم يعني، تمام؟ وزي ما احنا قلنا كان لابد من وجود مبررات للحبس الاحتياطي اللي نص عليها نص الماده 134 من قانون الاجراءات الجنائيه، لابد ان يكون للمتهم محل اقامه معلوم وان يكون ثابت وان يكون يعني لم يسبق اتهامه في قضيه من القضايا حتى يتم صدور قرار من النيابه العامه باخلاء سبيل المتهم، تمام؟ وهنتكلم بقى عن طبيعه الحبس الاحتياطي ذات نفسه ان هو اجراء مؤقت طبعا او احتياطي، على اساس برضه ان طبيعه الاجراءات اللي هي بتتخذ كبديل للحبس الاحتياطي زي المنع من السفر او الالزام ببعض الواجبات، ودي تعتبر من الاجراءات الاقل خطوره طبعا زي امر القبض وامر الضبط والاحضار واخلاء سبيل المتهم بكفاله ماليه او بكفاله شخصيه يعني او بضمان شخصي يعني، تمام؟ ففي الحاله دي طبعا بيعتبر اجراء التحفظ ضد اموال المتهم يعني له طبيعه مؤقته طبعا، وزي ما احنا قلنا برضو زي المنع من التصرف او المنع في اداره اموال المتهم بيبقى له طبيعه مؤقته الا اذا صدر بقى حكم نهائي بادانه المتهم. وطبعا زي ما احنا قلنا بقى ان احنا بنصف طبيعه الاجراء التحفظ نفسه ان هو مؤقت او احتياطي،
طبعا ده ما بيهونش من قيمه الاجراء تحفظات نفسه او اثره السلبي والضار على المتهم ذات نفسه في حاله مثلا صدور حكم ببراءه المتهم، وفي الحاله دي كان لابد ان هو يتم تعويض المتهم. وزي ما احنا عارفين لم يصدر القانون الموجب للتعويض حتى الان وفقا للدستور الجديد 2014. كان يعني لابد طبعا على سلطه التحقيق الفدائي والحكم طبعا ان هم يتحروا الدقه والموضوعيه والحيده والعداله لايقاع الاجراءات التحفظيه ضد المتهم. وهنتكلم بقى عن مظاهر الطبيعه المؤقته او الاحتياطيه للاجراء التحفظي. زي ما احنا عارفين ان نصوص قانون الاجراءات الجنائيه كانت يعني لابد ان هي يحدد مواعيد طبعا للنظر في التظلم من الاجراء المتخذ بالتحفظ على اموال المتهم ذات نفسه او مواعيد الفصل في التظلم ذات نفسه. طبعا المواعيد دي طبعا لابد ان هو ينقضي فيها مثلا الاجراء التحفظي بقوه القانون. الموارد طبعا في الحاله دي طبعا يتم بقى ايه رجوع الاموال للشخص اللي هو تم التحفظ على امواله. وزي ما احنا عارفين طبعا ان لابد ان يبقى في حدود واثار طبيعيه للطبعا المؤقته طبعا والاحتياطيه للاجراء التحفظي، وده هنشوفه ان شاء الله في خلال نظرنا برضو للايه للاجراء التحفظيه على اموال المتهم والشخص المتهم من خلال برضو قيامنا بالبحث في يعني في هنشوف حل ان شاء الله باذن الله. وهنتكلم بقى عن رقابه القضاء على الاجراءات التحفظيه ضد المتهم ذات نفسه، تمام؟ ليه بقى احنا قلنا بقى رقابه قضائيه على الاجراءات التحفظي؟ زي ما احنا عارفين بقى طبيعه الرقابه القضائيه لابد ان احنا نعرف طبيعه الرقابه القضائيه نفسها ونطاق الرقابه القضائيه المتعلقه بالاجراء التحفظي، على اساس ان الرقابه القضائيه طبعا على الاحكام بتكون فاصله في موضوع الدعوه الجنائيه اللي صدر حكم من المحكمه الجنائيه، ولكن احنا بنتكلم هنا عن الرقابه في مرحله ما قبل المحاكمه. والرقابه القضائيه زي ما احنا قلنا تعتبر ضمان يعني على اساسه برضه بتضمن القانون الحفاظ على المتهم ذات نفسه واجراءات للتحفظ على اموال المتهم. وزي ما احنا قلنا برضو ان الاحكام اللي بتكون فاصله في موضوع الدعوه الجنائيه طبعا يعني الاحكام النهائيه طبعا ممكن ان هو يتم الطعن عليها بطرق الطعن العاديه او طرق الطعن الغير العاديه وفقا للحكم الصادر من المحكمه الجنائيه وخطورته واهميه الرقابه القضائيه زي ما احنا قلنا في الاحكام الفاصله في موضوع الدعوه ذات نفسه. المحكمه الجنائيه بتفصل في موضوع الدعوه وبيتم التحقيق النهائي في المحكمه ذات نفسه، وعلى اساس التحقيق النهائي دول بيتم الفصل في الدعوه الجنائيه سواء بالبراءه او بالادانه. وزي ما احنا قلنا ان زي ما احنا اتكلمنا عن الاجراءات اللي هي في مرحله ما قبل المحاكمه، وقلنا دي بتتم عن طريق سلطات التحقيق الابتدائي اللي هي النيابه العامه، وبرضه في نفس الوقت ان الاجراءات بيتم عن طريق المحكمة الجنائية بيستلزم برضو رقابة قضائية على الأحكام اللي بتصدر من المحكمة ذات نفسها وبيتم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى منها درجة. وزي ما احنا عارفين طبعا ان الأحكام طبعا بيكون لها حجية، والحجية طبعا حجية الأمر المقضي به طبعا على أساس ان الرقابة القضائية على الإجراء التحفظي هي الأولى والألزم، وده احنا بنتكلم عنه برضو في مرحلة ما قبل المحاكمة، تمام؟ على اساس برضه ان الاجراء التحفظي برضه على اساس زي ما احنا عرفناه وطبيعه الاجراء التحفظي ان هو احد اجراءات التحقيق البدائي اللي بتتم من خلال سلطات التحقيق البدائي اللي هي النيابه العامه زي القبض على المتهم والحبس الاحتياطي والمنع من التصرف في الاموال ودرجه. وزي ما احنا عارفين ان الاجراء التحفظي طبعا ممكن يصدر من المحكمه الجنائيه المختصه طبعا على حسب الاحوال. طبعا ممكن المحكمه تصدر امر مثلا باخلاء سبيل المتهم اللي مقبوض عليه او صدور امر بالقبض على متهم معين تم اثبات ان هو متهم في اوراق الدعوه الجنائيه. وزي ما احنا قلنا طبعا ان القانون كان اجاز الطعن في الاحكام الصادره للاجراء التحفظي من خلال التظلم اللي بيصدر امام القضاء، وده بناء على القرار الصادر من سلطه التحقيق وبناء على طلب يعني بناء على طلب سلطه التحقيق من المحكمه المختصه هي محكمه الجنايات زي ما احنا قلنا، او برضو بناء على المحكمه الجنائيه المختصه اللي بتراقب بالاجراء التحفظي ذات نفسه. زي ما احنا قلنا في عندنا اجراءين طبعا، اجراء لاحق لاتخاذ الاجراء واطلاع سابق لصدور قرار مثلا بالتحفظ على اموال المتهم.
وكان بيمتنع عن المحكمة اللي هي صدرت القرار مثلا بالتحفظ على أموال المتهم في محاكمة قبل المحكمة إذا ما عرض عليها الأمر طبعا إن هي ما تنظرش إيه الدعوة الجنائية إذا قامت بنظر الموضوع أمام